بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نتكلم عن حلقات التكرار. طبعا آخر محاضرة تكلمنا فيها عن حلقة التكرار اللي هي الفور. حلقات التكرار معناها مجموعة من عن حلقات التكرار types of loops. ما هي أنواع حلقات التكرار؟ احنا معنا في السي بلس بلس مجموعة من حلقات التكرار، في معنى الفور لوب، في معنى الدو وايل لوب، في معنى الوايل لوب، وفي معنى في الأخير النستد لوب من جهة لاحقة. طيب الآن الفور تكلمنا عنها سابقا، هذه كان مثال على حلقة التكرار، وتكلمنا قلنا أي حلقة تكرار يجب أن تحتوي على ثلاثة عناصر أساسية. ما هي الثلاثة العناصر الأساسية؟ في معنى القيمة الابتدائية والقيمة النهائية ومقدار الزيادة. الآن من يبدأ العد؟ فرضا هنا قلنا ابدأ العد من واحد، فنحتاج دائما في حالة التكرار إلى عداد. الكاونتر عندي هنا سميتها ايش؟ الآي. مثل ما تكلمنا سابقا المتغير العداد ممكن نعرفه داخل الفور أو ممكن نعرفه خارج الفور. طيب اذا هنا بنقول له الاي بواحد، يعني ابدا العد او التكرار من الرقم واحد. متى تتوقف؟ اخر قيمه للتكرار هي الرقم خمسه، يعني بيعد من واحد الى خمسه. بعدين بيكون عندي هنا مقدار ايش؟ مقدار الزياده، او ما يسمى بالانكريمنت او الستب. الستب الخطوه يا اما تكون زياده انكريمنت او ديكريمنت اللي مقدار النقصان. على اي اساس هنا بنقول لها زياده او نقصان؟ على اساس القيمه الابتدائيه والقيمه النهائيه. طيب إذا كانت القيمة البداية أصغر من القيمة النهائية، فأنا ببدأ من الصغير للكبير، عندي تصاعدي، إذا تكون عملية ايش؟ زيادة، بلس بلس. لو كان العكس، لو كانت القيمة البداية هنا أكبر من القيمة النهائية، إذا أنا بنزل، عندي العملية تنازلية، إذا أنا بنقول له I ماينس ماينس بالتنازل. طيب، إذا هنا شو اللي بيحصل؟ بيبدأ أول شيء ياخذ القيمة الابتدائية للآي بواحد، الآن جي قارنها بالقيمة النهائية، هل الآي اللي قيمتها واحد أصغر أو تساوي الخمسة؟ الشرط صحيح، إيش بيعمل؟ بيدخل الى داخل الحلقة التكرارية وينفذ جميع الاوامر اللي داخل الفور. الان عندي امر واحد اللي يطبال عبارة هلو سي بلس بلس. اذا بينفذ هذه العبارة، وبعد ان ينفذ العبارة ينتقل الى زيادة، الى زيادة العداد مقدار واحد. اذا عملية الزيادة تأتي بعد تنفيذ العمليات داخل التكرار وليس قبلها. طيب اذا حلقات التكرار بشكل عام تنفذ ما دام الشرط صحيح. اذا اصبح الشرط خاطئ يبدأ عندي ماله يخرج من حلقة التكرار بدون أي تنفيذ. الآن عند التنفيذ، في حال نفذنا فالشاشة بيظهر معنا مثل ما هو بيظهر الآن في التنفيذ، أنه بتطبع لي عبارة هالو سي بلس بلس مقدار كب مقدار خمس مرات. طيب الآن نفترض نعطي شرط خاطئ، فرض بنقول لها الآي بتساوي 10. الآن القيمة البداية عندي 10. طيب هل العشرة اللي قيمة الآي أصغر من الخمسة؟ الشرط خاطئ، إذا أخرج من حلقة التكرار، يخرج الى بعد حلقة التكرار الى هذه المنطقة. اذا كان في عندي اوامر بنفذها، ما فيش اوامر فالبرنامج بيتنفذ بدون اي مخرجات. الان عند التنفيذ بنلاحظ انه بينفذ البرنامج بدون اي مخرجات، ليش؟ لان الشرط كان خاطئ. طيب هذه حلقة التكرار فور تكلمنا فيها. اليوم بنتكلم عن موضوع اخر تتبع الحلقة التكرار اللي هي النستد لوب او الحلقات المتداخلة. ما معنى حلقات متداخلة؟ يعني بيكون عندي لوب داخل لوب. تكلمنا قلنا النستد لوب معنى ذلك ان عندي حلقة تكرارية داخل حلقة تكرارية. على سبيل المثال الشكلي امامنا في معنى حلقة التكرار فور، وفي معنى ايضا حلقة تكرار ثاني فور. هذه معناها نستد لوب، فور داخل فور او لوب داخل لوب. فهذه الاولى او الخارجية تسمى الاوتر لوب، هذه معنى الاوتر لوب اللي هي حلقة التكرار الخارجية، وهذه تسمى الانر لوب حلقة التكرار الداخلية. فهذا المجال او السكوب حق الحلقة الداخل الخارجية بيأتي من البلوك، من بداية من بداية الحاصرة الى نهاية الحاصرة، هذا يسمى البلوك كود، البلوك الخاص بالكود. فهذا البلوك هو خاص ما جميع ما بين هذا العلامتين او الاقواس الكبيرة او ما بين الحاصرتين هو خاص باوامر يتبع الاوتر لوب الحلقة الخارجية. الحلقة الداخلية تنفذ الاوامر ليش؟ اللي بعدها. طيب اذا هذا شكل مثال له. طيب ما هي انواع حلقات التكرار او النستد لوب، التايبس اوف نستد لوب؟ معناها يا اما تكون نستد فور، يا اما كلها حلقات فور متداخله، يعني فور داخل فور، او تكون عندي نستد وايل، يعني حلقه وايل داخل حلقه وايل، او نستد دو وايل، حلقه وايل داخل حلقه دو وايل، او تكون ميكست، يعني عباره عن خليط فور داخل وايل، او وايل داخل فور، او وايل داخل نستد فور، وهكذا على حسب الفور اللي تعملها. اذا انا ممكن تكون عندي النستد لوب تكون كلها عبارة عن حلقات فور متداخلة، أو قد تكون كلها حلقات وايل، أو ممكن أجمع بين الفور والوايل، أو بين الفور والدو وايل، أو بين الوايل والدو وايل، وهذا ما يسمى بالميكست أو اللي بتكون معنا خليط أو هجين بين أكثر من حلقة تكرارية. طيب الآن عندما نشوف الآن بهذا الشكل النستد فور لوب، هذا الشكل
عندي الفور لوب مثل ما تكلمنا، في عندي الانيشاليزيشن او القيمة البداية، في عندي شرط التوقف او التست، وفي معي الابديت او هي عبارة عن مقدار الزيادة. الاوامر اللي هنا بتكون عبارة عن الاوتر لوب ستيتمنت يتبع من الحلقة الخارجية، وهنا بيتبع الانر لوب الحلقة الداخلية. طيب الان العمل الاساسي فيها هذه نفس الوايل والوايل تيست، وهنا ايضا عندي حلقة التكرار وايل، فانا ممكن عندي الوايل وهذه وايل، هذا ما يسمى بالنستد وايل. لكن احنا بنتكلم طبعا بشكل موسع عن النستد فور، نتكلم عن حلقة التكرار فور. شوف الشكل اللي امامنا هنا كيف تعمل حلقة التكرار او الفور، بنتكلم هنا عن الفور. عندي فور قلنا هذه تسمى الاوتر فور الفور الخارجي، وهذه تسمى الانر فور او الفور الداخلي. طيب لو جينا نرقم عمليات الترتيب او خطوات الترتيب، فعلى سبيل المثال انا عندي الفور الاولى او الفور الخارجية تبدأ من الصفر وتنتهي عند الاثنين او ما يسمى اقل من الاثنين، يعني كم اقل من الاثنين؟ واحد، يعني بيكون عندي صفر واحد، يعني بتكرر فقط مرتين، وعندي مقدار زيادة ايضا. الحلقة الداخلية ايضا او الجي عندي هنا بتبدأ من الصفر واصغر من الكم من الاثنين، اذا ايضا بيحصل عندي تكرار مرتين، وهذه تزيد مقدار واحد. طيب اذا كان عندي حلقة تكرار او النستد لوب، كم عدد مرات التكرار اللي بتحصل عندي؟ دائما هي قاعدة اساسية، عدد مرات التكرار هي مضروب تكرار الحلقة الخارجية في عدد مرات تكرار الحلقة الداخلية. انا عندي كم بتكرر عندي هنا؟ مرتين، الصفر والواحد، وهنا ايضا بتكرر عندي الصفر والواحد، اذا بيكون عندي الحلقة الخارجية والاوتر بتكرر مرتين، والحلقة الداخلية الانر بتكرر كم؟ مرتين. اذا بيصبوا عندي كم؟ بيصبوا عندي 2 في 2 4 مرات، بيحصل عندي 4 تكرارات. وعلى ذلك قيس بقية الاشياء، اذا نضرب عدد تكرار الحلقة الخارجية في عدد تكرار الحلقة الداخلية بيعطينا كم عدد مرات التكرار اللي بيتكررها معنا النستد لوب. طيب اول ما ابدا انفذ ايش اللي بيحصل؟ بيجي في الفور الخارجيه بيبدا يشوف الشرط، اذا هنا اول شيء بيبدا يشيك على الشرط رقم واحد، بعد ذلك يبدا ياخذ القيمه الابتدائيه واحد، بعد ذلك يشيك على الشرط يشوف ان الشرط محقق، ايش بيعمل؟ بيدخل ينفذ الحلقه الداخليه. اذا لو كان عندي اوامر هنا بيطبعها، فضل عندي هنا سلاش ان بينزل سطر جديد. اذا ما فيش عندي امر هنا بينتقل ينفذ الحلقة الداخلية، فهذه رقم اربعة بتكون عندي، يعطي قيمة بدائية العداد اللي هو الجهة عندي هنا، وبعدين يقارن الشرط عندي هنا، وبعدين يحصل عندي هنا تنفيذ العمليات اللي داخل الحلقة الداخلية، بعد ذلك يحصل عندي زيادة. في حال تم الحلقة الداخلية بيبدأ ينتقل مرة ثانية للحلقة الخارجية ويعيد تنفيذ التكرار مرة ثانية. اذا فكرة العمل الاساسي للنستد لوب او النستد فور ان الحلقة الخارجية بتتنفذ مرة واحدة، وبعد ذلك يدخل الى الحلقة الداخلية تتنفذ من البداية الى النهاية. يعني الان عندي هذه بيبدا اول شيء يشوف الاي بمقدار كم؟ الاي صفر. طيب هل الصفر اصغر من الاثنين؟ الشرط صحيح. طيب تعال انزل سطر جديد، بعدين بيدخل الحلقة الداخلية، ايش بيحصل؟ بيبدا ينفذ الحلقة الداخلية كم عدد مرات تنفيذها تكلمنا؟ مرتين. اذا بيحصل تنفيذها كم؟ مرتين. بعد ما يخلص ينفذ الحلقة الداخلية من اول عداد الى الشرط التوقف الى نهايتها، بيخرج الى الحلقة الخارجية تتحرك ايضا كم؟ تزيد مقدار كم؟ مرة واحدة. اذا الحلقة الخارجية تتحرك مرة واحدة، ثم بعد ذلك ينتقل الحلقة الداخلية تتحرك من البداية الى النهاية، وبعدين يخرج الحلقة الخارجية ينفذ مرة واحدة، وتنتقل مرة ثانية الحلقة الداخلية تنفذ من البداية الى النهاية. طيب الان لو جينا نرتب العمليات، بما ان عندي حلقات تكرار متداخلة، فأنا أقدر أرتب عملياتي على شكل صفوف وأعمدة. إذا أنا بحاجة أعرف إيش الحلقة اللي بتحكم في الصفوف، وإيش الحلقة اللي بتحكم عندي في الإيش؟ في الأعمدة. الآن الحلقة الخارجية تتحكم دائما في الصفوف، لو حبيت أرتب عملياتي فبتحكم في الصفوف. الحلقة الداخلية تتحكم بالإيش؟ بالأعمدة. طيب على سبيل المثال الآن إحنا كتبنا عندي هنا فور، بنبدأ الآن أيضا نفس الفكرة، بنعمل اللي هو الحاصرتين، بحيث يكون عندي البلوك، بنقول له فور، نعرف عداد جديد، فرضا بنقول له الجه، بيساوي كم؟ بيساوي فرضا نقول له واحد، طبعا نعدل هنا، كان عندي هنا في البداية بنقول له واحد، من واحد إلى خمسة، بنقول له الجه بتساوي واحد. طيب أين تتوقف؟ إذا كانت الجه أصغر من أو تساوي ثلاثة. والان العملية عندي قلنا زيادة، لانه دائما القيمة البداية اصغر من القيمة النهائية، اذا عندي معانا انكريمنت زيادة. طيب الان ايش اللي بيحصل عندي؟ فرضا لو جينا قلنا له سي اوت اطبع لي قيمة الاي اللي قيمة العداد حق الحلقة الخارجية، والجي اللي قيمة العداد حق الحلقة الداخلية.
طيب وفي النهاية بنقول له اندل اعمل لي سطر جديد. طيب ايش اللي بيحصل عندي هنا؟ الآن أول شيء نسأل أنفسنا كم عدد مرات التكرار؟ احنا تكلمنا عدد مرات التكرار اللي بينفذها النستد لوب هي عدد تكرار الحلقة الداخل الخارجية مضروبا في عدد تكرار الحلقة الداخلية. طيب الحلقة الخارجية عندي كم بتتكرر؟ عندي تتكرر من الواحد إلى الخمسة، خمس مرات. طيب الحلقة الداخلية تنفذ من واحد إلى ثلاثة، ثلاث مرات. إذا مجموع التكرار هو مضروب الحلقة الخارجية في الداخلية، خمسة في ثلاثة يطلع معنا كم؟ 15. إذا في عندي بيكون عندي كم؟ 15 تكرار. طيب على سبيل المثال لو طبعنا أي عبارة مشان نتأكد من عدد المرات التكرار اللي بتكون موجودة معي، فرضا بنقول له نقلل العدد على أساس المخرجات، نقول له فرضا هنا 2 و3، بنقول له اطبع لي ويلكم تو نستد لوب. في النهاية بنقول له انزل سطر جديد. طيب سلاش ان، معنى السلاش ان اذا ممكن نستخدم سلاش ان او اندل كما تعلمنا سابقا. طيب الان عند التنفيذ كم بيحصل عندي تكرار؟ 2 في 3 6 مرات عدد مرات التكرار. نلاحظ عندي هنا لو جينا كم تكررت؟ 1 2 3 4 5 6. اذا فعلا عدد مرات التكرار كان مضروب الحلقة الداخلية في مضروب الحلقة الخارجية وهي كم عندي؟ 6 حلقات تكرار. طيب الان لو جينا نطبع قيمة الـ i وقيمة الـ j، طيب لو حبينا هنا نطبع بدل هذا العبارة نطبع قيمة الـ i وقيمة الـ j، طيب فرضا اطبع لي الـ i سلاش تعمل لي مسافة وبعدين اطبع قيمة الـ j، شوف المخرجات اللي بتنفذ معنا. نلاحظ طبع لي هذه المخرجات بهذا الشكل اللي بتكون معنا التكرار اللي بيحصل معنا. طيب الآن طيب الآن بنقول له اطبع لي قيمة الـ i واطبع قيمة الـ j وبعدين اعمل بينهم مسافة.